رايح على خير؟ ما تبي ندري أن معاشك نزل؟ شلون دريت أن معاشي نزل؟ أكيد تسأل نفسك شلون دريت؟ من الأبليكيشن يا عيوني. نسيت أني رافضة حسابك عندي؟ يلا نقضي مصروف البيت. أبي أروح الصالون أتكشخ لك يا حبيبي. حرام عليك يا مرة، خلي في جيبي شيء، أبي أتهنم معاشي مرة، ما يصير دوم مفلس، حالي فشل بالريايل. إيش تبي بالفلوس؟ ملابسك تنغسل وتنكوي، وأكلك ينطبخ ويك، ولا شايف لك شيء ثاني ها؟ ها؟ لا 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 ما عندي شيء، بس أبي مصروف بجيبي. أنا أمي علمتني شيء، الريال بس تصير عنده فلوس تقرقش بجيبه يقوم ويلعب بذيلة. يعطى معاشك يلا. معاشي قاعد يروح، فلوسي قاعد يخلص، عندي فرصة واحدة بس، أنا الوحيد اللي أدخل السحب، صرت راح ياخذ كل الباقي بالرصيد، بس شنو بخسر يعني؟ ما راح أخسر شيء. الحين أنت خوش ريال مفلس وما عندك شيء، مو أحسن لو معطينا الفلوس من أول كان وفرت على نفسك المشاكل؟ شو تضحك يا نيت؟ فلوسك كلها راحت. أنا صدق خسرت المعاش لكن ربحت السحب. أنا مليونير. أنت صدق ما تعلمتك شيء، وأنا بعد يدي علمني شيء، خلني أوريك إياه. تعبالك انك فزت، بس بقول لك شيء واحد. ناني قوم، قامت عليك جهنم، قوم وراك دوام، قوم. ها ها، ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله حياتي، احبك انتي بس. كلت بنزين.